اليوم رح ندخل بالوحدة الخامسة اليونت 5. اوكي طبعا نحن طفينا صفحة بالوحدة الرابعة، معلش بدي اعطي اليوم درس قراءة. اوكي يس طبعا رح ارجع للصفحة اللي طفيتها انا، اوكي بس هلا بدي اعطي درس قراءة مشان نمشي بالمنهاج. A World of Plants طبعا هو صفحة 28 كتاب النشاط. يلا قلبوا كتبكم على صفحة 28 كتاب النشاط. نعم أنا هلأ قلت أنه أنا طفيت شغلة وبدي أرجع لها، بس رح أعطي درس قراءة لأمشي بالمنهاج. عرفتي شو؟ أكاسيا طبعا عندي أورد عالم of من plants and نباتات، عالم من النباتات. أكاسيا شجر الأكاسيا هيدا نحن عم نقرأ عند الصور. أوكي تحت الصور نايت شيد ظل الليل. هورس جستنات كستناء الحصان، الكستنة هيدي اللي بنشتريها بالشتي. نتل القرايص كاكتوس الصباريات. أوكي إت إنه مي ربما سيم يبدو صباريات كاكتوس. إت إنه مي ربما سيم يبدو very جدا strange غريب غريب. But لكن plants النباتات are تكون always دائما in danger from في خطر من in danger from في خطر من animals الحيوانات which التي want تريد تفيد لتتغذى on them عليهم on them عليهم. If إذا this هذا happens يحدث، إذا هذا يحدث the plant النبتة كان يمكن be damaged تتأذى أو تتضرر أو even حتى killed تقتل أو حتى تقتل. So لذلك because لأن their roots جذورها جذوعها trunks جذوعها leaves أوراقها flowers أزهارها fruits فاكهتها أوراقها leaves أوراقها flowers أزهارها fruits فاكهتها and seeds وبذورها are تكون under تحت constant دائم أو مستمر attack خطر from من mammals الثدييات insects الحشرات أو birds الطيور plants النباتات have developed. شو هذا الزمن have developed؟ هذا كلام بسيط have developed طورت ways طرق of protecting لحماية themselves أنفسهم from من زيس هؤلاء enemies الأعداء. There are يوجد some bad يوجد بعض okay there are some يوجد بعض say zero or here are some yes يوجد بعض of the ways الطرق plants النباتات stop توقف animals الحيوانات from attacking من الهجوم. شايفين بعد حرف الجر ing from attacking من الهجوم and eating them وأكلهم من الهجوم عليهم أو من مهاجمتهم وأكلهم. إذا هلا بدنا نحكي some ways بعض الطرق للطرق that plants make okay يعني اللي النباتات بتصنعها لهي الطرق أو بتنفذها to protect themselves لتحمي أنفسها from enemies من الأعداء.
Number one, واحد بدويرة صغيرة. Sharp, حادة. Thorns, أشواك. And stings, ولد غات. Sharp, حادة. Thorns, أشواك. And stings, ولد غات. ولد غات, okay? طيب. Some bad. وين كتابك؟ Okay, some bad plants and نباتات which التي grow تنمو in the dry climates مناخات جافة في مناخات جافة. For example, مثلا cactuses, cactuses الصباريات الصباريات store تخزن large كبيرة quantities كمية. Quantities yes quantities كميات of water من الماء in their stems في جذوعها to protect themselves لتحمي أنفسها أو ليحموا أنفسهم أنفسهم they have هم يملكون sharp حادة thorns أشواك إذا they have sharp thorns they have sharp thorns هم يملكون أشواك حادة animals الحيوانات will so far تؤذي themselves أنفسها الحيوانات سوف تؤذي أنفسها if they إذا هم try يحاولون to get ليصلوا to the water إلى الماء from these plants من هذه النباتات وضع أخرى plants نباتات نباتات أخرى like مثل stinking stinking اللاذغ مثل القريص القريص اللاذغ كان يمكن inject inject يحقن inject يحقن painful painful مؤلمة أو irritating irritating مزعجة substances 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 مواد شو يعني substances شو يعني materials objects مرت معنا بالدرس الثالث substances مواد into their enemies إلى أعدائها by means بوسائل of sharp الحادة هيرز الشعيرات by means بوسائل means يعني مثل styles مثل ways بوسائل of sharp الحادة هيرز الشعيرات on their leaves على أوراقها إنه هيدا في على الأوراق sharp hairs نعم شعيرات حادة poison الطريقة الثانية second method الطريقة الثانية poison بويسون السم يوجد مني عديدة plants نباتات which التي protect تحمي themselves أنفسها إذن there are many plants which protect themselves يوجد نباتات عديدة التي تحمي أنفسها شايفين plants التي تحمي نباتات التي تحمي الفاعل الذي يفعل where are which okay by poisoning بتسميم by poisoning بتسميم شايفين بعد حرف الجر ing their enemies أعدائها بتسميم أعدائها in some cases في بعض الحالات the poison السم زيهم contain يحتوونه إذ يكون so جدا powerful قوي يكون جدا قوي ذات إتأنه كان يمكن كيل يقتل أي living thing شيء حي أي شيء حي which الذي touches يلمس or أو eats them يأكلهم يلمسهم أو يأكلهم عم تبع عم ترجم أقول مش أصلاً ما أقول. ما هي آخر سطر؟ قولي. أوكي. آخر سطر وين يعني؟ سطر 13. إنه زبويسن السم كان يمكن
سبويسن السم كان يمكن بيكون انزليبس في الاوراق السم يمكن يكون في الاوراق زسيتس البذور or أو berries berries الثمار اللبنية شو يعني berries الثمار اللبنية or أو in في other أخرى parts أجزاء of the plant من النبتة أو في أجزاء أخرى من النبتة okay إذا وين ممكن نلاقي السم in the leaves the seeds or berries or in other parts of the plant. هلا الطريقة الثالثة number three insects. Insects الحشرات. Some acacia trees بعض أشجار الأكاسيا. Some بعض أكاسيا trees أشجار. بعض أشجار الأكاسيا. In في هات الحارة. African الأفريقية. Countries الدول. في الدول الأفريقية الحارة. Are protected. Are protected. تكون محمية أو تحمى by من قبل ants النملات which التي live. آه ما نشيها ولا تفكر. مشيت وين؟ which التي live تعيش permanently بشكل دائم. قلنا على التي تعيش بشكل دائم which live permanently التي تعيش بشكل دائم قلنا على the branches الأغصان أو their branches أغصانهم إذن بيكون في insects إيش يعني insects حشرات بيكون في حشرات which live permanently التي تعيش بشكل دائم on their branches على أغصانهم if إذا an animal حيوان starts شن starts يبدأ هذا اسم طلب نسيت يبدأ yes starts so he begins to eat ليأكل the trees leaves leaves أوراق leaves أوراق أوراق الشجرة the ants النملات attack it يهاجمونه number four sticky gum sticky اللاصق gum الصمغ الصمغ اللاصق حدا ما سجل اسمه الصمغ اللاصق some bad plants النباتات such as مثل horse chestnut كستناء الحصان هاي الكستنة يلي بناكلها بالشتي trees أشجار بعض النباتات مثل أشجار كستناء الحصان are covered تغطى. Are covered تغطى أو تكون مغطاة yes are covered تغطى with a sticky sticky لاصقة substance substance مادة مع مادة لاصقة with a sticky substance مع مادة لاصقة like مثل wet الرطب paint الطلاء مثل الطلاء الرطب يعني أو الدهان which الذي كان يمكن prevent يمنع insects الحشرات from eating them من أكلهم prevent from prevent from خط تحت prevent وعلى from دويرة يقولي على الأحرف الجاية يلا على حط اللي from مكتوب prevent from يمنع مين prevent from بعض النباتات مثل أشجار كستناء الحصان تغطى بمادة لاصقة like wet paint مثل الطلاء الرطب which can prevent insects from eating them الذي يمكن أن يمنع الحشرات من أكلهم sometimes أحيانا this هذه substance المادة is تكون so جدا strong قوية that أن
تكون جدا قوية strong powerful okay ذات أن insects الحشرات feet أقدام أن أقدام الحشرات or wings أو أجنحة get stuck خط تحت get stuck اثنيناتهم get stuck يعني تعلق أو تلصق and they cannot escape وهم لا يستطيعون escape and move and they cannot escape وهم لا يستطيعون الهروب okay امسكوا لي قلم أحمر بيرجع على قراءة الدرس وكل كلمة بعيدة مرتين أو ثلاث مرات نحطها بالورقة okay it may seem very strange but plants are always in danger from دائما in danger from okay animals which won't الحيوانات التي تريد يعني الفاعل الذي يفعل ايه تفيد on them لتتغذى عليهم if this happens the plant can be damaged احنا قلنا وقتكم في عنا or even killed or so because their roots and after it went because their roots لأن جذورهم okay trunks جذورهم yes لأن جذورهم leaves flowers fruits and seeds are under constant attack from هجوم من mammals الثدييات insects الحشرات or أو birds أو طيور يعني هلا انتبهوا هلا إذا كان يعني إذا كان حيوانات بدهم يأكلوا نبتة بيتفقوا هيك مع بعضهم وكلهم بياكلوها مع بعضهم لا أفضل اللقمة أنت وأفضل اللقمة أنت ولو بيتقاتلوا مع بعضهم واحد منهم بس بياكل النبتة or لكن أوكي Plants have developed ways of protecting themselves from يحموا أنفسهم من هذه الأعداء. Here are some of the ways plants stop animals from okay? These plants stop from attacking and eating them. هلا يعني الحيوان اللي بيهاجم نبتة مشان ياكلها بيهاجمها او بياكلها ولا بيهاجمها وبياكلها بيهاجمها وبياكلها تماما فاذا حتقولي على الاند دويره sharp thorns and stings some plants which grow in dry climates for example cactuses store large quantities of water كميات كبيره من الماء okay large quantities of water يعني جزء من كل okay in their stems in to protect themselves they have sharp thorns animals will hurt themselves if سوف يؤذون أنفسهم إذا they try to get to يصلون إلى the water الماء from these هذه plants النباتات يعني إذا كان حيوانات بدهم يدخلوا يشربوا مي من قلب هاي الصبارية أو كذا شو بتعمل فيهم بتعملهم stings لدغات أوكي عم نحكي يعني عم نشرح لكم شلون انه اذا كان حيوان بده يدخل يشرب المي احنا بنعرف الصباريات بتخزن مي بقلبها بالصحراء صح فاذا كان حيوان عطشان وبده يدخل ياخذ المي من قلبها للهي شو بتعمل بتعمل له ستينكس لدغات اوكي بتعمل له ستينكس لدغات فبتشوك الحيوان ما بيقدر بيقرب بياخذ المي فهي طريقه دفاعيه اوكي يس other plants like stinking nettles can inject painful or irritating substances into يحقن بداخل يعني هدول فيهم بيكون شغلات بتحسس فبتدخل مواد سامة بتحسس الإيدين كذا فبتحسس الحيوان اللي بيقرب على النيترز على القرايص أوكي السطر الثامن or irritating substances into their enemies by means of the sharp hairs on their sharp hairs on their leaves الشعيرات الحادة على أوراقها on ها
هلا بوستون ألسوم السطر العاشر صرنا there are many plants which النباتات التي تحمي. بس كان في عندي اسم فراغ فعل معناته هذا الفراغ بيكون يا هو يا ويج اوكي حسب اذا الفاعل عاقل او غير عاقل النباتات هي غير عاقل معناتها ويج ويج protect them serves by poisoning their enemies in some cases في بعض الحالات the poison they contain is so powerful that it can kill any living thing ويج dogs اذا كائن حي الذي يلمس كائن حي الذي يلمس كمان الفاعل الذي يفعل ويج dogs or eats them. As a poison can be in the leaves, the seeds, or berries. هلا كل نبتة إلى مكان السم خاص فيها. هلا في نبتة فيها. تماما ما نبتة سامة كلها على بعضها. في نبتات سامة بس بالأوراق. في نبتات سامة بس بالبذور. وفي نبتات سامة بالثمار اللبنية مثل التين. هذا التين اللي بيعمل حليب. أوكي. إذا هذا الحليب بيحسس. لذلك هو مادة سامة. إذا حطوا لها الأوردويرا or in other parts of the plant. Insects. Some acacia trees in. بعض أشجار الأكاسيا في الدول الأفريقية الحارة are protected by ants which. النباتات التي leaf تعيش permanently بشكل دائم on the branches. On their branches على أغصانهم. إذا حيوان يبدأ أن يأكل أوراق الشجر the ants النملات attack it تهاجمه sticky gum الصمغ اللاصق some plants such as horse chestnut trees are covered with a sticky substance like wet paint which can prevent any insects from eating them sometimes this substance is so strong that insects' feet or wings get stuck and they can't escape وهم لا يستطيعون الهروب هنشوف قبل الدرس توصيل الكلمات يلا باي بوسينينغ النبتة سنفينا الإبراز بتسون المترجمة ايه سؤال أول قبل الدرس يلا مرادفات نمبر A سيد بزرة نمبر B سون شوكة C ترانز جزع نمبر 1 أشار حاد pointed مدبب part جزء ذات الذي grows ينمو on a plant على نبتة مثل for example أروز زهرة جزء مدبب ينمو على نبتة سون شوكة نعم إذا ال 1 لل B أوكي نمبر 2 the main الرئيسي part الجزء or أو large كبير stem جزء of a tree من شجرة الجزء الرئيسي جزء كبير من شجرة شو بيكون trunk number C three a small صغير hard قاسي part جزء of a plant من نبتة from منه which الذي أن يوجد إذا plant نبتة كان يمكن grow تنمو جزء صغير من نبتة الذي منه يمكن أن تنمو نبتة جديدة بزرة yes article again and choose most suitable article ما من هذا السؤال ننتقل للسؤال الثالث بعد الدرس أوكي صفحة اللي جنبها السؤال الثالث بعد الدرس صفحة اللي جنبها نمبر 8 why لماذا Do plants, share plants. نباتات. Yes, لماذا النباتات need, تحتاج. لماذا النباتات تحتاج. To protect, لتحمي themselves أنفسها. لماذا, yes. Because plants are always in danger from animals which want to feed on them. Yes, bravo. Because, نكتب because أكيد. إذا السؤال الثالث A. لماذا النباتات تحتاج أن تحمي أنفسها. رح نكتب because ومنروح على السطر الأول.
لأن النباتات because بالسطر الأول شفتوها plants are always in danger from animals which want to feed on them. أوكي؟ إذا بس كتبتوا because والجواب هو بالسطر الأول وأول كلمة بالسطر الثاني. أوكي؟ كتب because ومنكمل ماشي؟ Because plants are always in danger from animals which want to feed on them. أول كلمة بالصف الثاني. هيدا A. Number B. Which part, أي جزء of a nettle من القريص, أي جزء من القريص كان يمكن hurt يؤذي enemies الأعداء. أي جزء من القريص يمكن يؤذي الأعداء. أيوة الشعيرات الحادة على أوراق الليت بفقرة القريص. هي شو شو أي سطر هيدا؟ أي سطر؟ The sharp hairs on their leaves. بالسطر الثامن. الجواب هو بالسطر الثامن. آخر أربع كلمات بالسطر الثامن. جواب البي. أوكي؟ إذا نقول The sharp hairs on their leaves. قال الشعيرات الحادة على أوراقها. لك هقول لك أي جزء يؤذي الأعداء بالقريص. أي جزء من نبات القريص يؤذي الأعداء. نقول الشعيرات الحادة على أوراقها. نمبر سي. وير أين؟ يلا خلصوا كتابي من على اللوح. كان the boyson السم be found يوجد. أين السم يمكن يوجد in the plants في النباتات؟ أين يمكن السم يوجد في النباتات؟ in the leaves. سطر كامل. شو هو السطر؟ شو رقم السطر؟ 12. The boyson can be in the leaves, the seeds or berries or in other parts of the tree or of the plant. ما هي؟ إذا السطر 12 كامل. سطر ال 12 كامل. إذا جواب السؤال سي أين يمكن للسم أن يوجد في النباتات؟ جوابه كامل السطر 12. The boyson can be in the line 12. سطر ال 12. الجواب بيقول إنه the boyson can be in the seeds, leaves or berries or in other parts of the plant. إنه السم يمكن أن يوجد في البذور، الأوراق أو في الثمار اللبنية أو في أجزاء أخرى من النبتة. نمبر دي. Why لماذا do plants النباتات لماذا النباتات need تحتاج to protect تحمي themselves أنفسها against ضد insects الحشرات. لماذا النباتات تحتاج أن تحمي أنفسها ضد الحشرات؟ مثل الأول تقريبا. تماما نفس السؤال الأول نفس جواب الـ A. منقول because نفس الـ A يساوي A نفسه. أوكي؟ إذا لماذا النباتات تحتاج أن تحمي أنفسها من الحشرات؟ because plants are always in danger from animals. بس بنضيف عليه from animals and insects من الحيوانات والحشرات which want to feed on them لأنه نزيدين الحشرات. أوكي؟ نمبر اي. خلصنا. Which plant اي نبتة is protected which plant اي نبتة خلونا نترجم which plant اي نبتة is protected تحمى by a kind of insect من قبل نوع من الحشرات. اي نبتة تحمى من قبل نوع من الحشرات؟ acacia trees. اوكي سو ات از نمبر اي ما هي. السؤال الرابع طبعا سؤال تافه بس رح نحله. اوكي نمبر 8. Which of these اي من هؤلاء not sharp sure.
حفظيس أي من هؤلاء؟ Which of these أي من هؤلاء؟ Is not ليس sharp hard أي من هؤلاء ليس hard؟ الأي كاكتوس الصبار صورن شوكة شوكة صبار بي a banana ولا اللي بعدها a kitchen knife سكينة مطبخ سكينة مطبخ كيتشن نايف طبعا أبنانا موزة طبعا أكيد مهي كيتشن نايف سكينة مطبخ شو ما ترك شيء ما ترجمه بروكن مكسور جلاس زجاج كاتس توس سن قطة سن قطة هو سؤال ضيق بس بدنا نحله يلا ما مش للقراف نختار بنانا أوكي شوكة صبار أكاسيا شوكة شوكة صبار سؤال بعده which of these أي من هؤلاء is not sticky ليس لاصق أي من هؤلاء ليس لاصق chewing gum علكة المضغ ولا sugary food sugary سكري food طعام ولا طعام سكري ولا water ما ولا wet رطب paint طلاء ولا طلاء رطب ولا glue صمغ لا water ما أوكي water سؤال بعده ما بدنا اياه والبعده ما بدنا اياه حننزل ل الوان يلا بالفوكابولاريز يلا السؤال الاول نمبر اي اوبرجينز الباذنجان السؤال الاول بنص الصفحه ما هيك نحن باي صفحه 29 اذا للتذكير نحن بصفحه 29 كتاب النشاط بنص الصفحه صرنا سؤال A أوبرجينز الباذنجان grow ينمو on plants على النباتات ولا under the ground ولا تحت الأرض on plants إذا الباذنجان ينمو على النباتات لا مو شجرة نبتة مو شجرة في فرق بين شجرة وشجيرة نبتة طيب تي الشاي grows تنمو on trees على الأشجار ولا on bushes على شجيرات bushes لأنه الشاي إلى شجيرة مو شجرة okay bushes on bushes كيف شاي ما له شجرة ما هي شاي شجيرة طيب dates البلح yes grow ينمو on the ground على الأرض ولا on trees ولا على الشجر on trees إذا الجواب هو on trees نمبر دي potatoes البطاطا grow تنمو on the ground على الأرض ولا under the ground تحت الأرض under the ground إذا البطاطا تنمو تحت الأرض طبعا بطاطا تنمو تحت الأرض سؤال ثاني نمبر 2 عملوا لي أكمل هذه الجمل بمعلومات مثل ما حلينا نمبر 1 تورنيبس ألفت and sweet potatoes sweet الحلوة potatoes البطاطا ألفت والبطاطا الحلوة تنمو تحت الأرض تحت الأرض ما هيك؟ yes grow هنقول grow under the ground grow under the ground تنوار تحت الأرض أوكي نمبر A نمبر B أوليفز الزيتون and lemons والليمون ينوان أين grow on trees on trees grow on trees ينوان على الأشجار lentils نمبر C letters العدس يلا شجيرة حتى وين بينهم العدس وين بينهم شجيرة نبتات مثل الرز على الأرض على الأرض يعني كيف على الأرض يعني مثل الحمضة
ما نبتة هاي نبتة تكون على الأخضر حنقول العدس grow ينمو on the plants على النبات. يعني احنا هلا بالوحدة الخامسة، الوحدة الخامسة فيها أحرف جر كتير هامين، بيجوني كلمات مفقودة أو اختيار أقواس، أوكي؟ وأي جملة عم تمرق معنا احتمال تجينا ترجمة، أي جملة بتمرق معنا احتمال تجينا ترجمة. أي جملة أي جملة بتبرق معنا احتمال تجينا ترجمة، أوكي؟ كيس نمبر A كاكتوسز الصباريات depend تعتمد on yes on على depend on الصباريات تعتمد على their thorns أشواكها to protect them لتحميهم. الصباريات تعتمد على أشواكها لتحميهم. So cactuses depend on their thorns to protect them, okay؟ The acacia tree شجرة الأكاسيا. The acacia tree شجرة الأكاسيا is تكون famous مشهورة for لأجل شجرة الأكاسيا تكون مشهورة لأجل being protected كونها محمية. Famous for مشهورة مشهورة لأجل شجرة الأكاسيا تكون مشهورة لأجل بين كونها تعرف كونها لأجل كونها protected محمية محمية باي من قبل أنتس النملات. So famous famous for this هذا makes it يجعلها different مختلفة different from مختلفة عن most معظم ordinary الطبيعية أو العادية plants النباتات معظم النباتات العادية. So إذا عندي depend on و famous for و different yes different from. سؤال بعده I've always أنا دائما كنت interested مهتم ب plants النباتات and the trees والأشجار but لكن I am not أنا لست keen مولع يعني محب keen مولع يعني محب keen on okay keen on okay إذا مولع بي سجل التسجيل keep on okay keen on مولع بي insects الحشرات. My encyclopedia موسوعتي العلمية my encyclopedia الإنس والجن يعني encyclopedia my encyclopedia of nature موسوعتي العلمية للطبيعة is full مليئة full of بإف وحدها بس أو إف full of okay full of مليئة ب interesting ممتعة facts حقائق about بشأن plants النباتات okay نعم of إيه أو إف okay of yes طيب هنقلب على
هندور على تمرين تاني أحرف جر بصفحة 40. يلا تمرين تاني أحرف جر بصفحة 40. صفحة 40. سؤال السادس. Some people number A. Some people بعض الناس are not ليسوا aware واعين. Aware of واعين لي the difference الاختلاف between بين fruit فاكهة and a vegetable وخضار بين فاكهة وخضار. I'm really أنا حقا interested مهتم أنا حقا مهتم interested in أنا حقا مهتم بي interested the history تاريخ of my family عائلتي أنا حقا مهتم بتاريخ عائلتي. Apples التفاح and bananas والموز التفاح والموز are يكونان dependent معتمدين for لأجل their survival نجاتهم لأجل نجاتهم أو بقائهم يعني survival نجاتهم إيه نجاتهم on على معتمدين على حتى لو في فاصل بيناتهم معتمدين لأجل نجاتهم على greenhouse gases غازات البيوت البلاستيكية. modern Damascus دمشق الحديثة is built تبنى on على موقع on the site على... لا هي is built هلا هي is built هي تبنى هذا مضارع تبنى هي حقيقة حقيقة علمية فهو مضارع وهي is built هو مجهول مضارع اوكي is built تبنى اكتبه تبنى ايه تبنى on the site على موقع of many ancient civilizations حضارات ancient قديمة many عديدة on is an aware of interested dependent on built on famous نعم is in Damascus دمشق is تكون مشهورة لأجل It's historical monuments. Monuments. تذاكرها أو yes. تذاكرها أو نصبها التذكارية. Historical التاريخية. نصبها التذكارية التاريخية. Okay. What time is it, please? شو الساعة؟ خمسة تمام. خمسة إلا خمسة. Okay. رح نقلب على كتاب الطالب. أخذنا درس التصحر ما؟ برافو. certification اخذنا درس التصحر اخذنا دول لا ما اخذنا keep silent we are recording ها we are recording ما هيك لا ما اخذنا عم يسجل الموبايل صفحه 42 كتاب طالب معلش رح ناخدهم بس هلا بدي انا عم دور على تمارين احرف الجر وبحلهم اوكي اذا تمرين في عندي تمرين احرف جر بصفحه 42 كتاب الطالب اوكي صفحه 42 كلها ما بدي منها غير هالتمرين نمبر 3 4 وفرام بالبوكس الاصفر اذا صفحه 42 كتاب الطالب اوكي 4 وفرام صفحة 42 كتاب الطالب السؤال الثالث الكتاب الملون هون في زرعات وما زرعات وقصص وحكاية في درع وموز وتين ايه والله نمبر اي human beings الكائنات البشرية تبعي مع الكتاب human البشرية beings الكائنات are تكون dependent معتمدة نعم dependent on معتمدة على plants النباتات طبعا كل شيء تمارين ممكن يجوني ترجمة فأنتوا أثناء الدراسة لازم تتدربوا أنتوا عم تدرسوا على ترجمتهم جمل كاملة أوكي طيب
while بينما she هي was كانت at the Eden project بمشروع عدن بمشروع إيدن إيدن project مشروع إيدن one girl الفتاة became أصبحت very جدا interested مهتمة in B biology علم الأحياء while بينما she هي was كانت at the Eden project في مشروع إيدن one girl فتاة واحدة became أصبحت very جدا interested مهتمة in biology علم الأحياء interested in interested in. Yes I've never been أنا لم أكن I've never been أنا لم أكن keen مولع keen keen on keen on keen on على فكرة ما أنا مناسب أبدا مولع بي حيطي لي على حرف الجر on تمام يعني ما أنا مناسبة يعني مولع على لا مولع بي بس إني حطوا لي on بمعنى بي ما تنسوها أبدا أبدا حفظوها مثل ما رح أحفظكم إياها هلا كين على وزن تين والتين على الشجرة وبالتالي كين on لأني بمعناتها ما أنا مناسب الon على فكرة ها أحسن ما تفسرها محب على رح تقول لا والله إن رح تكتب إن بالامتحان على فكرة إذا عقلك فسر إذا مخمخته فيها مولع بي لازم تكون كين إن بس غلط إن ما إن هي on يعني هاي هيك هذا حرف جر شاذ أوكي فعشان ما تفكر فيها بالامتحان بهالطريقة لا قول كين على وزن تين والتين على الشجرة وبالتالي كين on كين on أوكي كين on مولع بي ميوزيامز المتاحف شو يعني ميوزيامز ذا إيدن بروجكت مشروع إيدن is quiet quiet تماما different مختلف different from yes مختلف عن a normal 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 عادي museum متحف مختلف عن متحف عادي مين ما عم يلحق ترجمة مين ما عم يلحق ترجمة إذن بروجكت لا هذا درس هون بالوحدة الخامسة لا ما بنلحق هون هون ها ليك بالصفحة الأبلع الدرس متحف أو سوري إذن بروجكت يس هو يعتبر متحف للنبات الحي يعني هو مثل بيوت بلاستيكية وقباب وكذا وما هو متحف بس هو فيه كل النباتات الغريبة طبعا رح ناخذ درس إذن بروجكت بجوز هلا طبعا حسب الوقت أوكي on wet days بالأيام الرطبة wet الرطبة days الأيام في الأيام الرطبة انتبهوا بكالوريا ليش حطوا لي on كمان هون يعني في شو هذا شو هذا سيمون شو بيطلع معه والله ما بعرف شو بيطلع معه سيمون ها هي on هي on لا هلا نحن بالسؤال الاي نحن بنمبر اي عم قلكم ليش حطوا لي on wet days بمعنى في حطوا لي on ليش لانه الايام الرطبه قبل ايام الاسبوع ياتي on قبل ايام الاسبوع ماذا ياتي الايام الرطبه بدها تكون اكيد ايام اسبوع يعني مثلا هلا المطر بتمطر بغير ايام الاسبوع لا اكيد ايام اسبوع ما هي في الايام الرطبه مجرد ما عندي ايام ايام معناتها on حطولي على الأون دويرة on wet days دائما بس كان في عندي أيام أو أيام أسبوع أو تاريخ محدد بعينه بتتذكر وقت أخذنا موروكو المغرب والزلزال كان on yes on إنه تاريخ محدد بيوم بيوم بالشهر أوكي طيب on wet days في الأيام الرطبة the biomes biomes القبب يعني جمع قبة 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 جمع قبة هاي القبب مو الكباب والله ما جوعتكم أنا عبقلكم القبب أنتوا فهمتوا الكباب طيب on wet days في الأيام الرطبة زبايومز القبب آر تكون فول مليئة فول أوف يس مليئة بي فول أوف مليئة بي visitors الزوار sheltering 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 المحتمين او المتآوين بمعنى او الهاربين يسأل المتآوين او الهاربين from من زرين المطر اذا بيدخلوا على البيومز اوكي
Yes. Visiting زيارة the Eden project, مشروع Eden, زيارة مشروع Eden makes you تجعلك aware, واعي of لي تجعلك واعي لي the importance, أهمية of plants and النباتات. تجعلك واعي لأهمية النباتات. تجعلك واعي لأهمية النباتات. Aware. يعني حفظ بصم. مثل مصطلحات اللون. مثل الأفعال التركيبية. حفظ بصم. على فكرة لاحظتوا الإنجليزي نفهمه بس لازم نحفظه بصم. طيب. The Eden Project. مشروع Eden is particularly بالتحديد famous مشهور for لأجل مشهور لأجل famous for famous for it's a huge الضخمة إيش يعني huge biomes قببه مشهور لأجل قببه الضخمة قبب خلاص بدهم يقولوها كبب إيه كبب بيأكلوا كبة هنيك مشروع إذا Okay. It's expensive. إنه غالي. شايفين it is expensive. It is expensive. إنه غالي. عملي لي هاويش. عملي لي هاويش. إيه. Weren't. Yes. I wish it weren't expensive. I wish it weren't expensive. ليش؟ ال is في البعض ال is أو ال are حط ليها كودنت حط ليها ودنتي نفسها حط ليها ما بعرف شو نعم لا ما غلط ورنت هلا هو لازم ورنت أوكي بس ما غلط ساعتين وزن خلاص أنتوا كلنا تطون ورنت أوكي it's expensive إنه غالي to get تصل لتصل انتو الى زائدن بروجكت مشروع اذن بطوي لكننا وير كنا very جدا satisfied راضين our visit رحلتنا او زيارتنا راضين بزيارتنا okay so what time is it please ليش ما اجت الكهرباء؟ انا عم استنى لتجي الكهرباء انا مسوي الكهرباء يعني على الخمسه اوكي كيف سايلنت بليز كيف سايلنت وي ار ريكوردينج صفحه 52 كتاب الطالب احرف جر كل شيء احرف جر حلينا اليوم اوكي وات كل شيء احرف جر عم نحله اليوم صفحه 52 كتاب الطالب عادي لا اوكي كل شيء احرف جر عم نحله صفحه 52 كتاب الطالب التمرين الثالث برافو احرف جر انا ما عم اعمل شيء بس عم حل لكم احرف الجر يلي هلا بلشنا فيهم انا بفضل اذا كان عطيت قاعده حل كل شيء له علاقه بهي القاعده اوكي تماما او اذا كان مثلا عطيت هيدي تمرين احرف جر فانا عم حل كل شيء تمارين احرف جر بالكتاب تمام فانتم مشان ما تتخربطوا شو اليوم اخذتوا اتنوا للصفحه يلي نحن قلبنا عليها اوكي او اكتبوا على ورقه شو اخذنا اليوم الواجبات نمبر اي اورانج البرتقال ار تكون ا ديفرنت مختلف السؤال الثالث صفحه 52 كتاب الطالب هذا السؤال تابع لاحرف الجر اوكي البرتقال تكون ذات لون مختلف different مختلف color لون different from different from مختلف عن lemons الليمون plants النباتات and animals والحيوانات are dependent تكون معتمدة on yes dependent on تكون معتمدة على regular نظامي supply مخزون of water من الماء مخزون نظامي من الماء the Syrian people الشعب السوري
عراسي والله الشعب السوري كله. آر يكونون أوير واعين. واعين أوف لي أوير أوف أوير أوف أوير أوف زنيد الحاجة طبعا أوف بإف وحدها زنيد الحاجة تبروتكت لحماية زير وايد لايف زير وايد لايف حياتهم البرية يعني ما بيصيدوا الحيوانات ولا بيقتلوا القطة أبدا ولا بيدوسوا فوق القطة عن جد ولا بيحرقوا القطة هاي حقيقة واعين واعين أوير أوف دمير إذ تكون فيموس مشهورة فيموس فور فيموس فور مشهورة لأجل it's watering watering السقاية سيستم نظامها لأجل نظامها السقاية فيموس فور فيموس فور دمير 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 يس مشهورة لأجل منطقة الدمير مشهورة لأجل نظامها السقاية من بيبون ناس عديدون are interested مهتمين in interested in مهتمين بي the future مستقبل of the endangered 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 المهددة animals الحيوانات مستقبل الحيوانات المهددة what time is it بس بصدق شو الوقت خاصي